الولايات المتحدة أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بأن الإسرائيليين والأمريكيين اتفقوا على عمل استراتيجي مشترك من أجل وقف السباق الإيراني نحو النووي، مؤكدا بأن زيارته إلى واشنطن حققت جميع أهدافها بإنجاز خطوات ملموسة لتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية. اللقاء كان وديا جدا ومفيدا للغاية، وقد سمح بالتأسيس لعلاقة مبنية على الثقة. لقد حققنا أهداف الزيارة كلها، واتفقنا مع الأمريكيين على العمل ضمن استراتيجية مشتركة من أجل ردع السباق النووي الإيراني، كما اتخذنا خطوة مهمة في بناء وتجهيز قوة إسرائيل. ينضم إلينا من القدس مراسلنا نضال كنعنة. نضال، يبدو بأن لقاءات بنت بالإدارة الأمريكية حققت أفضل مما كان يتوقع، هل هذا ما يتردد في الأوساط السياسية في إسرائيل؟ نعم بالفعل فضيلة، على الأقل هذا ما يقوله رئيس الوزراء، وردود الفعل هنا في إسرائيل تقول بأن هذه الزيارة حققت الكثير مما كان يريده نفتالي بنت. هنالك عدة أهداف لهذه الزيارة، ربما بعض الأهداف الشخصية لنفتالي بنت الذي يريد عرض نفسه على الدبلوماسية الدولية وعلى الشارع الإسرائيلي كرئيس وزراء له علاقات مع رئيس الولايات المتحدة، لذلك هو شدد على العلاقة الشخصية بينه وبين الرئيس الأمريكي. كذلك هنالك أهداف سياسية وأهداف أمنية إسرائيلية. بالنسبة لبنت، من المهم جدا إعادة العلاقات مع الحزب الديمقراطي ومع الإدارة الأمريكية في واشنطن، خاصة بعد انقطاع هذه العلاقة بين الحزب الديمقراطي والحكومات الإسرائيلية بسبب العلاقة السيئة التي كانت بين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وهذا الحزب. في القضية الإيرانية، نفتالي بنت كان يتوقع أن الولايات المتحدة ذاهبة إلى اتفاق مع طهران. جل ما يريده أولا ربما تحسين شروط مثل هذا الاتفاق، إدخال بعض التعديلات عليه، التعديلات التي تراعي المخاوف الإسرائيلية من هذا الاتفاق من النووي الإيراني ومن الدور الإيراني في المنطقة. ربما هنالك وعودات أمريكية، لكن لغاية الآن لا شيء ملموس. قضية أخرى مهمة بالنسبة لنفتالي بنت هي تعويض إسرائيل عن الوصول أو التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع طهران. نفتالي بنت يريد تعويضا أمنيا أمريكيا لإسرائيل، تعزيز قدرة إسرائيل والحفاظ والالتزام بتفوق إسرائيل العسكري في المنطقة كرد على مثل هذه الاتفاقية مع طهران. هنالك وعود أمريكية في هذا السياق، كذلك هنالك وعود أمريكية لصفقة أمنية ما ستعيد مخازن الجيش الإسرائيلي، خاصة في ما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، هذه المنظومات التي استنفذ الكثير من مخزونها في المواجهة الأخيرة مع قطاع غزة. سيكون هنالك دعم مالي أمريكي لإسرائيل في هذا السياق. عمليا نفتالي بنت يستطيع القول بأنه حقق كل هذه الأهداف المعلنة منذ البداية. أشكرك نضال كنعنة من القدس.